معايير كتيرة مختلفة للحكم على المدرب. كتير من الجمهور بيقيموا المدرب بناء على عدد الألقاب اللي بيحققها ومش مهم الأداء. فئة تانية من الجمهور بتشترط الأداء الجيد مع تحقيق الألقاب، لأن عدم الاستمرارية في تقديم أداء جيد معناه إن ممكن تفوق على مصيبة، وبينضم لهم شوية من الفئة الأولى بعد ما بيشبعوا من تحقيق البطولات. والفئة الأخيرة بقى هي فئة المحنكين، الناس اللي بتقول لك زون 14 ورقم 6 ورقم 8 وهم بيتكلموا عن الكورة، ودول بيحكموا على المدرب بناء على تطور اللعيبة معاه وأفكاره جوه الملعب، اللي ممكن تنعكس على تقديم أداء جيد، لكن برضه ممكن تنعكس على عدد الألقاب اللي بيحققها بس بشكل سلبي. بس الحقيقة إن اللي بيحتاجه النادي هو المقياس الأعدل للحكم على أي مدرب. فمثلاً مش منطقي إن نادي كبير هدفه التتويج نروح نلاقي المدرب بتاعه بيصعد لعيبة من الناشئين علشان يطورهم ويحفظهم طريقة لعب، ومش منطقي نادي متوسط هدفه مثلا تسويق اللعيبة تلاقي المدرب بتاعه بيعتمد على عدد محدود من اللعيبة أصحاب الخبرة علشان يجمع نقط. لازم توجهات النادي تتناسب مع أفكار المدرب، والنادي الكبير اللي دايما ناجح هتلاقيه عارف يختار المدرب الأنسب لكل مرحلة. ماتش مانشستر سيتي وريال مدريد كان مواجهة بين اتنين مدربين مختلفين. أنشيلوتي المريح دايما للعبته وبيعتمد على ارتجال مهاجمي أصحاب الجودة الكبيرة، وبيب جوارديولا اللي دايما متطلب لدرجة إن ما عندوش مشكلة إنه يزعق لكيفن دي بروين وسط الماتش رغم إنه بيقدم أداء عظيم علشان دي بروين اتأخر في التمرير شوية. أنشيلوتي رغم تاريخه الكبير في دوري أبطال أوروبا وإنه فاز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، إلا إنه برضه فاز ببطولة الدوري 5 مرات بس في 30 سنة تدريب. تخيل إنه فاز ببطولة الدوري واحدة بس مع فريق تاريخي ميلان في 9 مواسم. أنشيلوتي نفسه عاصر فترتين مختلفتين في ريال مدريد. في الولاية الأولى كان ريال مدريد بيدور على كاس دوري الأبطال 10 اللي كانت مستعصية. في 2014 كانت سنة ناجحة لريال مدريد حتى لو خسر الدوري، لأنه في النهاية حقق دوري الأبطال مع أنشيلوتي. في الولاية التانية كان الوضع مختلف في ريال مدريد. ريال مدريد كان مطالب إن هو يفوز بالدوري، خصوصاً إن برشلونة الغريم التقليدي كان في وضع صعب جداً. صحيح إن ريال مدريد في النهاية فاز بدوري أبطال أوروبا، لكن التارجت الأساسي كان الدوري. في الموسم الثاني ممكن نعتبره حاجة كارثية حصلت، لأن ريال مدريد خسر كل حاجة، ومستقبل أنشيلوتي في خطر، لأن خسارة الليجا والسوبر لبرشلونة حاجة كارثية أكتر من خسارة دوري أبطال أوروبا. تخيل إن زين الدين زيدان اللي فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات ورا بعض هو نفسه قال إن التتويج بالدوري أصعب وأهم بكتير من دوري الأبطال، لأنه بيحتاج إن أنت تشتغل بشكل يومي من معسكر الإعداد اللي بيبقى قبل الموسم. وده برضه كان رأي بيب جوارديولا اللي قال إن يوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة أنجح من ريال مدريد في 10 سنين اللي فاتوا، لأنهم فازوا ببطولات دوري أكتر من ريال مدريد حتى لو كان ريال مدريد فاز بدوري الأبطال أكتر. بيب بقى فاز بالدوري 10 مرات وقريب من 11 في 14 موسم تدريب، وفي المقابل ما فازش بدوري أبطال أوروبا من سنة 2011. البعض بيحكم على مسيرته مع بايرن ميونخ بالفشل، لأنه فاز بالدوري 3 مرات وما فازش بدوري أبطال أوروبا في نفس الفترة، وده كان الهدف الأساسي للنادي من التعاقد معاه. راح إنجلترا وسيطر على الدوري الأقوى في العالم، ورغم كده كتير برضو كان بيتهموا بان تفكيره المبالغ فيه سبب خسارة مانشستر سيتي لنهائي دوري ابطال اوروبا من تشيلسي في 2021، لدرجة انه في المؤتمر الصحفي قبل ماتش ريال مدريد السنة دي قال لهم ما تقلقوش يا جماعة مش هفكر كتير. وللأسباب دي بيب جوارديولا هو اكتر مدرب في العالم متهم بالاوفر كوتشنج او الاسهامات المبالغ فيها، بيتحكم في كل حاجة تخص اداء لعبته جوه الملعب، ممكن يغير مراكز نجوم فرقته، حتى الابتكار بيحصل في حدود هو بيحطها. تييري هنري بجلالة قدره بيحكي ان جوارديولا قرر انه يستبدله بعد ما نقل نفسه من الشمال لليمين برغم انه سجل جول، وده لان جوارديولا ما بيحبش اي تغيير يحصل على خطته، والخطه عنده هي الاساس، والحرية مسموحة في الثلث الأخير من الملعب للمهاجمين في وقت بس التسديد. في خلال المسيرة دي كلها أفكار جوارديولا كانت مفيدة لفرقه، لتطوير لعبته، حتى للمنافسين اللي في منهم اللي استنسخ الأفكار دي أو حتى نفذ أفكار جديدة علشان يقدر إن هو يحاول يتفوق عليه. وطبعا لينا كمتابعين لولا الإسهامات المبالغ فيها ما كناش شفنا نسخة عظيمة من ليونيل ميسي في مركز المهاجم الوهمي، ما كناش شفنا نسخة مختلفة خالص وجديدة من فيليب لام مع بايرن ميونخ. لكن تعالى بقى نرجع للي قلناه في الأول، إن لازم توجهات الإدارة
تتوافق مع أفكار المدرب. وعلشان كده مانشستر سيتي ما كانش عنده أي مشكلة خالص إنه يجيب اللعيبة اللي تقدر إن هي تنفذ فكر جوارديولا. الزمالك واجه الإسهامات المبالغ فيها قبل كده مع مؤمن سليمان في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016، وقتها جمهور الزمالك شاف إن موسيماني مدرب صن داونز نجح إن هو يخرج مؤمن سليمان عن تركيزه لما اتكلم كتير عن شيكابالا وإنه مصدر الخطورة الأساسي في الزمالك، فمؤمن سليمان راح اعتمد على شيكابالا في التشكيل الأساسي في خطة هجومية لعب بيها الزمالك في بروتوريا، وقدر صن داونز في النهاية إن هو يفوز 3-0، وكان فعلياً ضمن التتويج في جنوب أفريقيا. في 2023 وفي موسم كارثي خسر في الزمالك كل حاجة، الحاجة الوحيدة اللي متبقية له هي إنه ينهي الدوري في مركز مؤهل لبطولة قارية، فقرر إنه يتعاقد مع إخوان كارلوس أوزوريو علشان يحقق له المتبقي له. المتبقي للزمالك هو إنه بقايمة مليانة أسلحة فاسدة تعاقد معاها قبل بداية الموسم بعد إيقاف فترتين قيد، إنه ينهي الدوري على الأكثر في المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا. لكن أوزوريو فاجئنا كلنا بتغيير مراكز اللعيبة تأثرا بأفكار بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، خصوصا إن أوزوريو قبل كده كان مدرب أحمال لمانشستر سيتي. فلقينا حسام عبد المجيد المدافع اللي كان اصلا بيقدم موسم سيء بيروح لنص الملعب تاثرا بفكره جون ستونز مع بيب جوارديولا، وشفنا زيزو هداف الفريق واكتر واحد صنع اهداف الفريق ومركز الخطوره الاول بيرجع لنص الملعب علشان يشارك في عمليه بناء اللعب ويعوض الكوارث اللي حصلت في موسم الانتقالات. افكار ثوريه بيحاول بيها اوزوريو ان هو يواجه عوار فني موجود في الفرقه، بس فاتته حاجه مهمه، الزمالك في نص الجدول يا كوتش. فالزمالك محتاج دلوقتي انه يجمع اكبر قدر من النقط علشان ينهي الدوري في المركز الثاني او في مركز مؤهل للكونفدراليه، ما يخسرش نقط ضد الاسماعيلي اللي بيعاني اصلا الموسم ده. وبعد كده اوزوريو عنده موسم ثاني ممكن يحط فيه افكار جديده، ممكن يضم اللعيبه المناسبه ليه، عنده معسكر اعداد ممكن يجهز لعيبته للخطه اللي عايز يلعب بيها، لكن الاكيد مش دلوقتي. الاهلي في 2022 وبعد ضمان التتويج بالدوري ورحيل ريني فايلر راح لبيتسو موسيماني علشان كان هدفه الاساسي هو التتويج بدوري ابطال افريقيا الغايب من 2013، فراح لموسيماني الخبير في البطوله دي وقدر فعلا انه يحققها، ومش على حساب اي حد، على حساب الزمالك. نجاح موسيماني القاري تواصل وقدر انه يفوز بدوري ابطال افريقيا للمره الثانيه على التوالي رغم انه خسر الدوري. وفي الموسم الثالث قرر الاهلي رحيله بعد خساره نهائي دوري ابطال افريقيا وتراجع الفرقه في الدوري، فموسيماني في مرحله ما كانت افكاره متوافقه مع توجهات النادي، وبنهايه الاتفاق ما بين الافكار دي وتوجهات النادي انتهت رحله موسيماني. وتبقى الحكم الجماهيري، هل موسيماني يعتبر مدرب تاريخي للاهلي لانه فاز ببطولات ويستحق انه يتقارن بواحد زي مانويل جوزيه، ولا موسيماني ما نجحش مع الاهلي وكده ولا كده الاهلي عنده قايمه كبيره والهدف الاساسي دايما هو التتويج بالدوري، طبعا مع لعب كوره حلوه. بس الحقيقه المؤكده هي ان المدرب الكويس هو اللي يحسسك ان الفريق كامل من مجاميعه ومش محتاج اي دعم، واللعيبه دي هي احسن لعيبه في مراكزها سواء جوه أو بره، وطبعاً بيبقى بيحقق أهداف الإدارة اللي جابته. والكارثة اللي ممكن تقابل إدارة أي نادي من التعاقد مع مدرب سيء هو إنه بيخليك تفقد الثقة في نجوم فرقتك واحد ورا التاني، ويخليك شايف إن الحل دايماً هو التعاقد مع لعيبة جديدة لأن القدام وقتهم انتهى. الحكم ليكم أنتوا، إزاي ممكن تشوفوا مدرب كويس أو وحش؟